ابو سريع عايزك تبلغ راوي سكينه وبشفة وبدوها ان بابا وماما عملوا عصابه. عم انت مش تقول انك اتجوزت؟ انا زعلان والله يا استاذ. كده برضه يا استاذ تتجوز وما تقوليش؟ طب يعني كنت تقول لي وقلت لي انا رايح دمياط عند واحد صاحبي كنت هفرح لك ولا للزين. معلش انا فعلا غلطان. هي اصلا فكره مجنونه ان احنا ندخل ونعيش في السنتر. طب ما تقول لحماك يمكن قلبه يحن. يحن يحن ايه يا توبه؟ ده الود وده يصحى الصبح ما يلاقنيش، كل اللي طالع عليه عايز شقه. عايز شقه فين الشقه؟ اهو كان هيجوزها واحد اي كلام لمجرد انه معاه فلوس وشقه. اعمل ايه يعني؟ اسرق؟ تسرق يا استاذ، مش اخلاقك خالص. بس اللي انت بتعمله ده برضه مش صح، في شبهه. في شبهه؟ طب قول لي على حل. طب وانت يا استاذ هتفضلوا يعني قاعدين في السنتر كده لامتى؟ لحد ما عماد لالا يستندل معايا. وايه عماد لقلق ده؟ هو مش بيقفش؟ يا سيدي ان جت على الفلوس مفيش مشكله، احنا اخواتي حسين. الحمد لله لغايه دلوقتي مستوره. كتر خيرك يا توبه. متشكر يا نخل. شايل كل التقيلة.
شيخ. ما انت عارف الظروف يعني، اجيب منين؟ ايه يعني اعمل لك ايه يعني؟ اصبر عليا كمان اسبوع. لا اسبوع كتير، هم 3 ايام بس. 3 ايام؟ وانا اتصرف ازاي في 3 ايام؟ خلاص 5 ايام. ماشي 5 ايام. انا اللي فظيع ولا انتوا اللي ما بتعملوش ربنا؟ احنا غلطنا يا ماما، وكل ما اكلمك اقولك ان ده كان غصب عني وعن حسين. بعدين احنا غلطنا بس ما عملناش حاجة حرام. انت مش عارفة قد ايه انا بتقطع. بكرة لما تخلفي هتعرفي انت وجعتيني قد ايه. انا زي اي ام في الدنيا كنت بحلم ان انا البسك فستان الفرح واظبط لك طرحتك زفتك وافرح من قلبي، بس دلوقتي للأسف أنا ببكي من حزني ومن كسوفي، مش عارفة أعمل إيه. وأبوكي ده أنت بقالك كام شهر ما شفتيهوش، الراجل متأثر قوي، وكل ما يسألني أكدب عليه وأقوله مش فاضية مشغولة مش عارفة أعمل إيه، والله ما بقيت عارفة. حرام عليك يا ماما، أنا مش قادرة أستحملها. مالك يا نجلة؟ فيكي إيه يا بنتي؟ مفيش حاجة يا ماما، مفيش حاجة، أنا كويسة، ما تقلقيش عليا. أنا بس عايزاكي تبقي راضية عني يا ست الكل. يا ريت جنبي يا ماما، أنا محتاجالك. حاضر يا بنتي، ربنا يعمل اللي فيه الخير. انما جوزك فين؟ سايبك ازاي وانت تعبانه كده؟ لا 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 ما سابنيش ولا حاجه، اصله راح مشوار كده ساعتين وراجع تاني. حسين وحشتني يا حبيبي. يا ماما إيه؟ يا بنات حسين جه. سماسم وحشتينا يا سماسم، اخبارك ايه؟ كويس. ياه بجد وحشاني جدا. انت كمان وحشني بس زعلانه منك. زعلانه مني؟ على فكره بقى يا حسين كلنا زعلانين منك. كلكم؟ لا لا يا حسين انا مش زعلانه. الله في ايه؟ ايه اللي مزعلكم؟ ست الكل يا قمر وحشتيني. وحشتيني يا ماما قوي. ايه يا ماما؟ انت كمان زعلانه مني؟ يعني ما انتش عارف؟ عارف ايه؟ انا عملت حاجه زعلتكم؟ يعني كل اللي انت عملته ده مش حاسس ان انت غلطان؟ انتوا سمعتوا حاجه؟ غصب عني يا ماما، غصب عني والله. اسبوعين لا حس ولا خبر، واكلمك ما تردش عليا ليه يا حسين؟ طب طمني بمكالمه. توقعت قلبي والله يا ماما، ده انا في دوامه، ده انا عامل زي الطور اللي في الساقيه، ده حتى النوم بنام وانا قلقان. طبعا يا عم انت بتفكر في الجو بتاعك، مش قادر على بعده. جو ايه انت التانيه؟ ده السنتر هو اللي واخد الجو كله. صحيح يا حسين، هي نجله فين؟ غطسانه كده بقالها كام شهر، وكل كام يوم لما تفتكر تعمل لنا مكالمه تليفون. النجله كويسه الحمد لله، بس هو السنتر بتاعها كبر، فلما بيكبر السنتر بتتعب وبتنشغل يعني. طيب قول لها تزورنا مره. بس بنت انت وهي ايه؟ هنشحت السؤال؟ اللي عاوز يجي يجي واللي مش عاوز يجي براحته.
ماما ما تزعليش منها عشان خاطر ما تظلمهاش، ده اللي فيها مكفيها. انت بس ادعي لها ربنا يفك سنترها وتقوم بالسلامه. ايه يا حسين؟ مالها نجله؟ في حاجه؟ لا مفيش، هي بس مش عارف يعني، ده شعور اي ست لما السنتر بتاعها يبقى على الاخر، اكيد بتتعب، ده شيء طبيعي يعني. حسين انا مش مرتاحه لك، شكلك كده مخبي علينا حاجه. ولا حاجه ولا محتاجه، وما تقعدوش توقعوني في كلام انا مش قده. انا كل اللي انا فيه دلوقتي ان انا تعبان من السفر، ده انا جاي اطمن عليكم والله وسايب السنتر على اخره. ده انا ماشي وكان في ملامح طلق. طلق؟ طلق؟ طلق ايه؟ طرد طرد طرد، اصلهم بيلمحوا كده بطرد بعض الموظفين. طب خلاص يا حبيبي، قوم ارتاح شويه كده انت في اوضتك، على بالي انا محضر لك لقمه تاكلها. طب يا ريت بسرعه يا ماما، اصلها ساعتين ثلاثه كده ويا دوبك الحق اخر اتوبيس لدمياط. ليه بقى يا سونا؟ هو انت مش حبات معانا زي كل اجازه؟ لا مش هينفع النهارده، قلبي وكلني على السنتر. ليه يعني يا حسين؟ هو السنتر هيتسرق؟ لا يتسرق ايه؟ افهمك ازاي بس؟ اصل السنتر ده في الشهر الاخير، يعني 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 يومين جرد، واخده بالك؟ فممكن في اي لحظه يجرد. انا بقى عايز اقعد مع السنتر لغايه لما يجرد بالسلامه. خلاص يا حبيبي خلاص، على راحتك. وادعي للمجرود يا ماما يجي على خير. ان شاء الله يا ابني، المجرود يجي على خير. هو ده اللي انت عايزه؟ اي ايوه ماما، ده اللي انا عايزه. هيتجرد على خير ان شاء الله. ان شاء الله. يا ليكوا وحشه، بس الحمد لله اطمنت عليكم. الحمد لله. الو. ايوه حبيبي. ايوه سنتر. الحقني يا حسين. ايه طيب؟ في ايه بس؟ حسين هموت، انا شكلي بقى. طيب انا جاي حالا، جاي حالا. ايه يا حسين اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ربنا يستر، هو ده اللي انا كنت عامل حسابه. هما عملوا جرد؟ الظاهر كده. هما يعملوا جرد في الوقت ده؟ ما هي دي حاجة مالهاش ساعة، دي بتاعت ربنا بتيجي كده. أنا راجع فين يا ابني؟ أنا عملت لك الأكل. معلش يا ماما مش هقدر آكل. الظاهر القرن طش. قرن؟ أيوه قرن السنتر يعني. إيه ده؟ هو السنتر فيه قرن؟ حد منكم فاهم حاجة؟ لا. لا. بس ادعيله يا ماما، ادعيله يا رب. هو قال اسمه ايه؟ المجرود. يا رب المجرود ايه؟ يجي على خير. يا رب المجرود يجي على خير، هو عاوز كده. ازيك يا حسين؟ عامل ايه؟ اي ايه ده؟ ايه يا حسين؟ لا مؤاخذة لا مؤاخذة توبة، معلش انا اسف كده، وقعت الكباب يا حسين، ده انا جايبه مخصوص علشانك. والله؟ اه. طب ما تيجي معايا انت والكباب. على فين؟ هحتاجك في مشوار كده. ماشي. نخله ولا نخله تعالى. استاذ الله يكرمك، واقع في عرضك، هات عربيه من اللي بتصلحهم وتعالى وصلني مشوار مهم. ضروره استاذ. ايوه عشان خاطر. حاضر. الله يكرمك. سحس وادي سحس، خد خد عايزاه. يا نخله. ليه من الحاره كلها ورايح فين؟ لا اصل انا عندي جرد. يسعدك يا اخويا، خدني معاك، نفسك اتفرج على الجرد، بقالي كتير ما شفتوش. واحنا رايحين نشوف سيما جرد جرد. الا صحيح احساسك ايه لما جردت حمدي؟ ايه جردت حمدي دي؟ يعني لما ما تاخديش في بالك، ما تاخديش في بالك. ما يلا يا حسين انت مش بتقول مستعجل. ثانيه واحده ثانيه واحده، خلاص يا محمد. يا حبيبي خدني معاك، نفسي اشوف الجرد، والنبي نفسي اشوف الجرد. هبقى اوريهولك فيديو. يلا جاي جاي جاي. يلا احنا رايحين فين؟ السنتر. ايه في ايه؟ ايه؟ هيبطلت تاني العربيه ومش عايزه تدور. ليه؟ الكلاكس بس اللي شغال. يا عم دوس كلاكس، اتصرف، اعمل اي حاجه. ايوه يا نوجة. ايه؟ كركلان. لا ما تخافيش، انا جاي على طول. لا ما اعرفش العربيه اللي جايبها النخله فيها ايه؟ اجمادي امال بقى. انا كلمت سامي وهبه زمانهم داخلين عليكي. حالا حالا والله. كارك ودور، كارك ودور كده. ها ايه الاخبار؟ هو الكلاكس بس اللي شغال. هيا لالا، بقول لك اختص وقب وهات لي دكتور نسا من تحت الارض. دكتور نسا. ايوه دكتور ليك يا فضل الشر. يعني انت حاسس بحاجه؟ بقول لك دكتور نسا، تقول لي حاسس بايه؟ انت عبيط؟ طب خلاص 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 يا عم، ما تشخطش. الله انت غريب جدا. يا
ايوه الو دكتور محمد، انا عماد لالا بتاع سنتر سمسمه. الله يخلي سعادتك، استاذن حضرتك تجي لنا في السنتر، عندنا حاله مستعصيه شويه. شاكر افضلك بسرعه لو تكرمت. يا عم خلص في يومك اللي مش فايد ده. مالك متعصب ليه يا استاذ؟ نجلاء بتولد. بتولد؟ ايوه. ما تقلقش يا استاذ، ربنا يقومها بالسلامه. ده كل ساعة بتولد عيل وبيروح عيل وبيجي عيل وشغلانة. أنا معرفش غير العيل اللي هي تولده، وبعدين هي الوحيدة دلوقتي وخايفة وقلقانة. ما تخلص يا دخلة، بيقول لك بتولد. طب أعمل إيه يا إخوانا طيب؟ أنت بتسألني أنا؟ خلاص يبقى نزق بقى. نزق؟ يلا زق. إيدك معانا يا توب. ماشي. يلا بسرعة. يا جماعة مش قادر، ما تزقوا معايا. مين؟ بدل قعدتك ديت قوم زق معانا. ماشي حاضر. يلا دخل. اكسر شمال اكسر شمال. ايوه يا طنط. ايوه يا حسين. خير يا ابني؟ نجلاء بتولد. بتولد؟ جالها الطلق، الطلق حامي. طب مش هتيجي تاخدني ولا ايه؟ انا بزوق. انا عايز اجي، تعالى خدني. عد عليكي؟ طب وعم فتحي؟ لا مالكش دعوه بعمك فتحي، خد الحبايه وفي سابع نومه. طب خلاص هجيلك. مستنياك. معقوله اسيب بنتي في الظروف دي؟ يا ربي يا ربي، انا مخي راح فيه. يا رب يسر ولا تعسر يا رب. تاخروا قوي، حتى الدكتور اللي انا اتصلت بيه ما جاش. ما هبه مراتي معاهم جوه. يا هبه مراتك دي دكتوره؟ لا بس خبره 10 سنين في الولاده. دي اخر مره خلفت وهي بتطبخ. رجعت لقيت الاكل مولود والعيال على السفره. الاكل مولود؟ قصدي الاكل مهضوم والعيال. مش فاكر بقى، ما كنت صغير. صغير مش فاكر العيال كانت على السفره ولا الاكل مولود. هو فيهم حاجه كانت في حاجه والتانيه كانت في الحاجه التانيه. اهم مش هم دول اللي جايين في العربيه دي؟ هم. مراتي والعيال معاهم جوه. عيال؟ هو انت جبت عيالك ليه يا اخي؟ العيال شبطوا يا حسين، عايزين يتفرجوا على مرات عمهم وهي بتولد. هما هيتفرجوا على الساحر؟ ايه؟ اهو هو اللي جاي ده؟ شكله هو الدكتور ولا ايه؟ هو ده اللي بيدور على حاجه عنوانه. لا دكتور محمد اتفضل يا دكتور. مساء الخير يا جماعه. مساء النور. اعرفكم بالدكتور محمد، اكبر دكتور اسنان. اسنان ايه؟ اللسان. نسا 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 وولادة. طب كويس، هي حالة الولادة هنا؟ ايوه هنا. اتفضل معانا دكتور. دكتور يا حضرت يا حضرت، قالوا لي الولادة في بيت. ايوه ما هو ده البيت. انتوا هتجننوني بيت ايه؟ دي صالة موبيليا كبيرة قوي. ايوه عشان اشرح لك ده موضوع هيطول، خلص دلوقتي ولدها وبعدين اشرح. يا ماما يو يا نوجة، ايه يا اختي الدلع المرق ده؟ احنا ولدنا كتير ما عملناش كده. يا اختي قال على راي المثل، ما تبانش البضاعه الا بعد الحمل والرضاعه. عايزين نونو يجي نحطه، عايزين نونو يجي نحطه. بنتي حبيبتي، بنتي الشارع حبيبتي. ربنا معاك، ربنا معاك. رجعلي الجرب. ايه ده؟ انتوا قاعدين بتتفرجوا على ماتش، قاعدين في مدرج. قومي شوفي عيالك. شوفهم انت يا اخويا. طب قومي بس وسعي لي عرض المبرد. يو يا حسين، ده شغل ستات، مش فاهمك انت. ما عشان شغل ستات قوم انت بالذات. يلا قومي. اطمني اطمني يا نوجة. اطمني يا حبيبتي. بس اطمني. دكتور جه؟ الدكتور خير يا دكتور؟ نعمل ايه؟ قول لي. دي حالة ولادة. ما احنا عارفين انها حالة ولادة، أمال إيه ده مثلا؟ دمل؟ أمال احنا جايبينك ليه؟ أنا أقصد حضرتك إنها حالة ولادة مستعجلة، يعني لازم تولد حالا، مش هنلحق ننقلها مستشفى. يعني أنت شايف إنها بتولد دلوقتي؟ أيوه حالا. نتصرف نعمل إيه؟ أعمل إيه؟ هاتولي حلة مية سخنة. مية سخنة؟ بسرعة هبة. البوتاجاز فين يا حسين؟ يا بس يا ولاد المجنونه.
وادخل جوه النوم. ايه ده؟ ايه ده؟ اقف اقف. ايه ايه؟ اقف ايه؟ اقف بقول. في ايه؟ انت مودينا على فين يا عاشور؟ رايحين سنترنا حبيبتي. نعم؟ لا، تاني عند العفاريت؟ لا، السنتر ده انا مش ممكن ادخله ابدا ابدا. عفاريت ايه يا بنتي؟ خلاص احنا رشينا، بخرنا، ما عادش فيه عفاريت خلاص. بص يا عاشور، انا ممكن اروح معاك العين السخنة، الصحراء، لكن المكان ده لا، ده كله عفاريت. لا لا لا، عين سخنة مين دلوقتي؟ هنروح نحط العين السخنة قطرة ولا ايه يا حبيبتي؟ احنا هنروح المكتب عندي نشرب حاجة، ناكل حاجة لطيفة كده ونمشي على طول. ايه رايك؟ ايوه كده، عشانك انت اجيبي النار ولا احجب بيتي. يا لطيف يا لطيف. النمو انت ايه ده؟ انا مش عارف، انا قلبي مش مطمن ليه. يا عم اسكت، ما توترناش بقى، ان شاء الله خير. يا عم الامن مفيش، طب كوبايتين شاي كده يظبطوا الدماغ. كوبايتين شاي ايه؟ انت قاعد على الكورنيش، خد شويه نب. هو انا شامم ريحه كباب ولا انا بحلم؟ لا ما تحلمش، الشنطة دي فعلا فيها كباب. ما تقول كده يا عم من الصبح. ايه ايه ده؟ يا ساتر، ده انا على لحم بطني من الصبح. ايوه طيب. وانا هات حتة، هات حتة، انا كمان جعان قوي. اهو يا عم، اهو اهو اللقمة هنية كف 100. مدوا ايديكم. ما تاكل يا عم؟ لا بالهنا والشفا انتوا، اجيب لكم حاجة ساعة تبلعوا. يا ريت حاجة ساعة، انا عايز برتقال. حاضر يا عم نخلة. شايبة حليب لو سمحت. ايه ده الكباب حلو قوي زي ما بيقولوا. مالك؟ يوه، في ايه يا دكتور؟ الدراع اتكسر. دراع العيل؟ لا، دراع النضاره. مفتاح يا النضاره. مش بقول لك ركز يا دكتور، حرام عليك. انزل انزل، الميه سخنه يا جماعه. انزل خلاص ماما. شاهيني شويه يا هبه. هموت يا ماما. والله انت ما عندك دم لا انت ولا عيالك. الله، انت هتطلع خنقتك عليا ولا ايه؟ ماما الحقيني حمود. اجمدي يا روح قلب ماما، اجمدي حبيبتي. يا اخوان اهدوا شويه، الميه سخنه يا جماعه. دي ثالث حله ميه سخنه تعوزها. انا عايز الواد ينزل نص سوا. حاضر. مش عايز الواد ينزل لي مسلوق. حاضر. محدش قالك جايين نعمل رجيم هنا. حاضر. وركز بقى. حاضر. ركز. ركز. ايوه، اعمل لي فيها عبقري. بقولك ايه، ركز ركز يا دكتور. انزل يا رب. يا رب. يا رب. انتهى بالسلامة يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. بس يا ابني انت، وهو ما تلم ولادك دول يا حضرت. هم مش ولادي بس هلمهم. تعال تعال. معلش يلا طابور طابور. ركز انت. يلا 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 يلا. معلش يا جماعه، انت بتحبس عيالي يا حسين؟ مين قال لك انهم محبوسين؟ دول مبسوطين. مش انتوا مبسوطين؟ شفتي ده فين كده؟ معلش ركز. النفس النفس، مش عايزه كده. دمي. معلش هانت يا بنتي، استحملي. بيعمل ايه ده؟ مش قادره مش قادره. كانت فين دي؟ خد البت دي، خد حطيها في الظرف الشتوي اللي هناك. معلش معلش معلش. خلص يا دكتور. حاضر. ما تنزل بقى في ليلتك دي. يا دهوتي. ايه ده؟ ايه ده يا عاش؟ ده مؤتمر؟ انت عامل لي حفله ولا ايه الناس دي كلها؟ لا لا انا مش عارف. لالا الزفت الاطران ده، الناس اللي قاعده معاه دي ايه؟ بقول لك ايه؟ انزلي دلوقتي انت وامشي على طول وخشي يمين من باب السنتر اللي وراني. لا 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 انزل مين؟ يلا بينا من هنا. ايه الزحمه دي كلها؟ انت عايزهم يشوفوني معاك؟ اسمعي بس، ما انت لما تنزلي دلوقتي وتخشي هناك محدش هيشوف كون حاجه وراك. هجيب المفتاح من لالا واجي لك. حاضر. يلا حبيبتي يلا. الله يخرب بيتك يا لالا يا زفت. ايه الناس اللي قاعده معاك دي؟ بيقول لك مره واحد بيسوق عربيه ومقعد واحده جنبه، قال لها تعرفي تسوقي؟ قالت له لا، قال لها انا تسوقي. ما تقول يا سامي النكته. فين النكته؟ ما انا قلتها بس انت ما ركبتش من اول النكته. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. عاشور بيه عاشور بيه. الله. انا نفسي اسلم عليه من زمان.
ايه الناس الممزعه دي؟ تعامل مائدة الرحمن قدام السنتر ولا ايه يا لالا؟ ازيك يا استاذ عاشور؟ ده انا نفسي اتعرف على حضرتك من زمان، ازاي حضرتك وازاي مدام سمسمة؟ مين ده؟ ده ابن خالتي معرفوش. ومين ده؟ انا ابن عمته يا باشا. وما تعرفوش؟ اكيد يا باشا. ومين ده؟ معرفهمش. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا حبيبي؟ ازاي؟ الحمد لله. ده انت ليلتك مهببه بطين يا لالا. يا باشا ما تصدقهمش، ده اصحابي يا باشا جايين يسلوني بس. صحابك؟ تعال عاوزك. انا يا باشا؟ امال يعني ابن خالتك؟ تعال عايزك. حاضر يا باشا. افتح لي باب السنتر الوراني. ليه؟ معايا زبونه ومشهوره خايفه تخش الناس تشوفها لانها معروفه جدا. خلاص خليها للصبح يا باشا. مفيش الصبح. لازم دلوقتي عشان هتشتري الانتري الاحمر اللي عندنا ومصفرات دنمارك دلوقتي. يا باشا اصل مش هينفع دلوقتي، اصل معيش مفتاح الباب كان يبقى بقى. لازم يتفضل. امال ده ايه؟ يا باشا ابن اللذينه ده. يا باشا مش هينفع دلوقتي خالص، الدنيا ليل وبعدين هنضطر نزود النور وانت تدفع فوق. ايه؟ نور اي نور، بس لازم دلوقتي تفتح الباب الوراني. ابوس ايدك يا باشا خليها للصبح. ايه يلا؟ ابوس ايدك. اوعى اعمل لك ايه؟ خليها. انت مش عايز تفتح سنتري انا ليه؟ يا باشا سنترك بالنهار بيبقى حلو بالنهار ليل اي وقت مزاجي، سنتري افتحه وقت ما انا عاوز. يا بنت يا بنت. بعد اذنكم. اتفضل يا باشا. مين ده؟ معرفوش ولا انا. يا باشا انت هلا يا سيدي. انت السنتر بينهار. ايه اللي بيحصل هنا؟ قولوا لي. ده مش معاد خروج مدارس. انتوا مين انتوا؟ مين المدرس ده؟ ما اعرفوش. اطلع. مساء الخير فن. مين حضرتك؟ يا سلام. ايه نظرك ضعف دلوقتي ولا ايه؟ اصل كنا جايين نعمل عراوي للقميص هنا لو سمحت. انا يا حسين انا مش طردك قبل كده من السنتر الا رجعك تاني. والله يا فندم كنا معديين كده وقلنا نيجي نسال عليكم. عليكم السلام. وعليكم اخرس. مبسوطه؟ شايفه ليلتك؟ ليلت انا برضه يا عاشور؟ انت جايبني حضانه؟ حضانه؟ المره اللي فاتت كانت عفاريت. طلعوا لك ولاد عفاريت. ايه ده يا عاشور؟ ايه الصوت ده يا حسين؟ لا يا فندم مفيش صوت ولا حاجه. لا وحشتني والله ليك وحشه. وانت ما وحشتيش. ليك حد يستحيش يا حسين؟ لو سمحت ما يصحش تتفرج. اتفرج على ايه؟ لازم اتفرج. السلطه 4 متر الانفاق. يا عم خلص بقى. خلص ايه؟ هو خلص ايه بالظبط؟ اصل نضارته اتكسرت باين عليه مش شايف حاجه. انا نضارتي سليمه ما اتكسرتش. يا فندم بلاش. اوعى يا حسين. يا فندم بلاش. اوعى عضك. يا فندم يا اوعى. ما يصحش يا فندم كده. قلت لك اوعى. يا فندم ما يصحش. صحيح. اوعى يا فندم. نجلاء بتولد بقى. بتولد. ايوه بتولد في السنتر. نجلاء بتولد في السنتر. معلش اوعى بلا انا بطول السنتر مستشفى الجلال للولاده. الميه السخنه يا جماعه. انت كنت في فرن؟ لا 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 ما هو كده عادي. البنت طالعه لامها. انا يوم ما ولدتها تاني يوم كنت ببيض الشقه. شعب يا ابني فريق زامبيا يولدها. معلش يا فندم استحمل، هي ساعه صعبه. ساعه صعبه؟ صعبه مين؟ معلش. اطلع بره. معلش. لا 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 يا عاشور ما تصحش كده. حرام عليك يا عاشور الست بتولد. انت بالذات اطلعي بره. الهي يحرقك اكتر ما انت محروقه. الميه السخنه يا جماعه. يا اخويا ارحمني الانبوبه خلصت. ومين الغطاس ده؟ انت الدكتور ودي حماتي. ماليش دعوه دكتور وحماتك. ومين اللي داخله بشكمان ده؟ بدايه. بدايه؟ انا عرفت دلوقتي الواد ليه خايف ينزل. بدايه؟ اخص عليك يا حسين قليل الذوق صحيح. مين ده؟ ده عاشور بيه صاحب السنتر. صاحب السنتر مين؟ انا بقيت واحد الصاحب بعد وقت كهربائية. لازم امشي من هنا. معلش يا عاشور. انا بقول لكم معلش. القميص القميص من تايلاند.
قميص من تايلر. ما عنديش عشر بيها عشان خاطري. ايه ده؟ خلصت بقى؟ خلصت قلتوا؟ المية السخنة يا جماعة. يا دي المية السخنة. هي بتعمل كده ليه؟ انت بتسألنا احنا مش انت الدكتور؟ ايوه بس هي مراتك انت. هو انت بتعملي كده ليه؟ هي بتعمل كده ليه؟ عرفني بتعمل كده ليه؟ انا مالي انا مالي اهو انا مالي انا. ايه يا دكتور خير؟ ايوه زوق ايه؟ زوق ايه؟ تزوق ايه؟ الراس ابتدى تطلع. على بالك الراس بانت. راس بانت مين؟ ده راس انا اللي بانت. معلش معلش عاشورني معلش. مبروك جالك ولد ولد ولد. اطلعوا برا كلكم. مبروك يا نوجة. ربنا يسترها وتقوم بالسلامة يا رب. ان شاء الله هتقوم بالسلامة يا عم. اطمنوا علام اتأخروا كده يبقى ولدي. انا خبرة في الولادة ده، انا عندي خمس عيال مش عارف حاجة. يا لالا في ايه؟ ابوس ايديكم لو اي حد فيكم جت قدامه شغلانة يتصل بيا. ايه اللي حصل؟ يا لالا ايه اللي حصل؟ معاك فلوس مواصلات؟ طيب يا عم لالا. ايه اللي حصل؟ ايه ولدي؟ لا يا اخويا اتطردوا هي ولدت من هنا والراجل طردهم من هنا. هم اتطردوا بجد؟ انت مش شايف اللي بيضحكوا ازاي؟ اتطردوا ازاي؟ ايه يا حسين؟ ادلع السلامه. الله يسلمك. ادلع السلامه استاذ. الله يسلمك. يلا تعبانه يا ماما. انا حاسه تعبانه. معلش يلا يلا اتفضل. معلش يا جماعه خلينا. سلام يا حسين. سلام اتشرفتوا. الطرد خير. اسكت يا سامي شوية. اتفضل يا مدام. يلا مع السلامة. على مالك على مالك خالص. على مالك بالراحة. على مالك يلا. انت رايح فين؟ ايه هنركب يا حسين؟ تركب فين؟ هو في مكان عشان تركب؟ يا سلام. طب ما خليه ياخدني على دفعتين. دفعتين؟ انت جاي تقصى التلاجة هنا؟ يعني نعمل ايه يعني؟ يا عم خد تاكسي وروح انت. طب ما تاخد انت تاكسي وروح انت. انا مراتي والده ولسه مطرودين. حس على دمك. احنا معانا معاهم يا سامي. يعني يبقى كله بعدين اتبهدل يا سامي. شايف بتعيط ازاي؟ العمل ايه يا نخت؟ معرفش يا استاذ. ممكن يجري ورا العربيه. يجري ورا العربيه؟ العربيه هتوقف منهم لعيب. طيب تتشعل هنا على السقف. طب ما تتشعل انت على السقف. انا اتزحلق انا ما اقدرش على حاجه زي كده. طب ما انا كمان معايا العيال صغيرين مش هعرف اتزحلق على السقف. ممكن يقعدوا في الشنطه. يلا ياض اتحشت انت واقف في الشنطه. اقعد في الشنطه. انا ما بعملهاش مع اي حد دي عشان خاطر. خلاص ماشي. متشكرين يا حسين. الف شكر. هاي شنطه شنطه اي حاجه والسلام. يلا يا اولاد. ايه ده كمان الشنط معانا؟ اهو جالك اهو. وانت مش اخويا. ايه رايك بقى؟ مش عايز اعرفك لا انت ولا مراتك ولا عيالك. ايه سامي ازاي سامح له يهزقك كده بعد ما تعبنا وولدناها؟ ده انت ما شفتش وش يا سامي الهباب كان عامل في ازاي. انا وش التعب عاجبك كده؟ قصرت على بشرتها. يا اخي حس على دمك انت ومراتك وعيالك. انا مراتي لسه والده وتعبانه ومطرودين ومش عارفين رايحين فين. سامي لو انت عديم الكرامه انا ما اقبلش اتعزى. اثبت وجودك مره وخلي عندك لا مبالاه. يعني اعمل ايه؟ اتصل بتوك توك يجي يروحنا. خلاص اكلم توك توك العاصمه. افتح عليك يا حسين. افتح عليك. انت كده خسرتني طول العمر.
ما احنا قلناك انا سامح بكل حاجه. اتفضل يلا يا عيال. يلا يا عيال شكرين يا حسين. شكرين قوي. بس اعرفها اعرفها اعرف اللي انت عملته فيا. اتفضل امشي وسيب صاحبك في الشارع. سيبني انا وعيالي. بس بقى حسين حسين. افتح لي يا ابني الله يسترك. ايوه ربنا يخليك يا اخويا. سواقتك مش قوي بصراحه. خدت لك فرمله كده مصاريني. بقول لكم ايه يا اولاد، تفتكروا يعني البيت كده عند ام حسين هيسعكم؟ ان شاء الله يا طنط. ما احنا ما قدامناش غير كده. كان نفسي نفسي ونور عيني نفسي انك تيجي معايا انت والواد الجميل ده وتيجوا تناموا في حضني. لكن انت عارفه ابوكي وعمايله بقى. عارفه يا ماما عارفه. انت المهم تطمني عليا ما تقلقيش يا ست منى. لا ما تخافيش عليها، دي اختنا وفي عينينا. الشنطة تبع المعروف. حاضر حسين. كوميليانا 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 عمر السيد. يا ريت تكمل جميلك وتوصل طنط منى لغايه البيت قبل ما عم فتحي يصحى. ربنا يخليك احسن. ده لو صحي هتبقى مصيبه سودة. بس يا استاذ بشار معلش مسافه السكه عن المعروف طنط. نعم. مش هوصيكي. حاولي تلطفي الجو. حاضر حاضر يا حبيبي. حسين يلا يا حسين تعالى بسرعه. في بص حسين. يا نهار اسود. ايه ده؟ يا نهار اسود. ايه ده؟ نسيو عيل. انا تعبانه يا حسين تعبانه. وانا تعبان ده انا هموت. طب دلوقتي هتعملوا ايه؟ مفيش مشكله هوصل انا ونخله. ما ينفعش يا توبة. النهار قدامه ساعه وانا لسه هوصل طنط وبعدين هجيب العربيه كده قدام الورشه وعندي شغل في الورشه الساعه. خلاص 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 يا نخله وصل انت بس طنط وانا هاخد معايا الواد. اكيد ابوه وامه مش محتفين عليه وهيجوا ياخدوه دلوقتي. ناولني ناولني الواد بس. بسم الله الرحمن الرحيم. امسك عشان تعرف تشيلهم لوحدك. تعالى تعالى. بالسلامة انت على مهلك. سلام يا ماما. سلام يا حبيبتي. ربنا معاك. ربنا معاك. اتفضلي اركبي يا طنط. ما اتفقناش هنقول لهم ايه؟ اه صحيح. هنقول لهم ايه؟ هنقول لهم الحقيقة طبعا. ايوه طبعا. ملهاش حل تاني. هنداري ايه يعني؟ منظرها هيبقى وحش قوي قدام امي واخواتي. هو انا يعني اللي هيبقى منظري حلو قدامهم ولا قدام ابويا لما يعرف ان بنته الوحيدة عملت كده؟ الظاهر ان احنا غلطنا. غلطنا؟ ما كانش صح نتجوز من اساسه. اساسه؟ طيب يا حسين افتح يا حسين افتح. انا تعبانه مش قادره اقف على رجليا. افتح. حاضر حاضر احنا ندخل واللي يحصل يحصل. استنى. ايه تاني؟ انت مش معاك المفتاح؟ ايوه صح معايا. طب بلاش تصحيهم دلوقتي خليهم نايمين وكلامنا معاهم يبقى لما النهار يطلع. عندك حق الواحد اصلا مش فايق يتكلم دلوقتي. سهر نايمه هنا. طب هنعمل ايه؟ مش عارف. طب استنيني بره استنيني بره. ماشي
وقريبين من الباب نديله الواد على طول. استحمل يا حبيبتي النهارده. انا بس توقفينا. ثانية واحدة. طب محتاج على عايز. هدخل اجيب لك بس مخدات وغطا. مش مشكلة، انت اللي والدة، خلي بالك من الوقت ده فيه كويس. نايمة كويس؟ تصبح على خير. ايه يا حسين مالك؟ الواد ابن سامي ماله؟ خبطني. خبطك فين يعني؟ خبطني في ال فين يعني يا حسين؟ يا على إصرارك خبطني في البوكسر. طب ما انت متعود يا حبيبي. اخ ايه متعود دي؟ مش انت كنت بتقولي كده ايام المدرسة كنت متعود تتضرب ولسه فاكراها؟ نامي نامي. تصبح على خير. وحشني السرير اللي في السنتر يا حسين. وادبت الكلب خبطني. اوعى تقول لي في البوكسر. لا في السنتر. خرب بيتك. نامي بقى نامي ابوس ايدك. انا الوقت مش هنيمه جنبي خالص. تعالى بيت. تعالى خرب بيتك على بيت ابوك. ايه ده؟ انا فين؟ انت مين؟ يا بابا يا بابا بس يا ابني بس هتفضحنا يا بابا يخرب بيتك يا ابني هتفضحنا يا بابا بس يا ابني يا ابني بس يا ابني سكتي الواد اللي عندك يا ابني يا بابا ما تسكت اللي عندك سكتي بقى خير يا ماما. لسه بطنه ما اتملتش الناس
سببهم عايشين في غلم ولا حد خايف ولا حد همه ولا نطقنا ولا قلنا بم كبرنا نتريق ننم وفتافتهم قاعدين نلم واستكردونا وفينا خمه ده كان نحيف وطلع له كرش محدش بياكلها بالسهل.